أهلا وسهلا بكم. ننطلق من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال أكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج جهالة من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتبة حليمة مظفر بعنوان شعرت لما الروجي، تقول لما يا صغيرتي، ترى ما معنى الانتظار المخيف وجسدك ينبض بالحياة لا يجد فسحة في ذاك الضيق؟ ما معنى مضي أكثر من 15 يوما وروحك تحوم فوق رؤوسهم والتراب يهمس لجسدك بوقع أجسادهم من فوق رأسك؟ ترى من هم الذين فوق؟ نحن يا لما فوقك أم أنت فوقنا؟ ما معنى الصبر يا صغيرتي؟ ما معنى الجوع يا صغيرتي؟ وبينك وبين قطع البسكويت والحلوى وعبوات ماء يرميها أبوك الحنون مجرد شعرة؟ ما معنى وقع قطرات المطر يا لما؟ ما معنى البرد؟ الخوف؟ الأنين؟ الوجع؟ ما معنى التعب الذي شعرت به وهؤلاء فوقك كي يخرجوك لتكون شهيدة علينا؟ وتختم ظفر لما يا صغيرتي، اسخري كما تشائين، اضحكي علينا كما تشائين، فنحن نستحق، وكيف لا وليس بين الضمير الميت والمكان الذي يحفك في جوف ذاك التراب سوى مجرد شعرة. المقال الأكثر تعليقاً من صحيفة الجزيرة للكاتب عبد العزيز السماري بعنوان كيف نخرج من طغيان ثقافة القبيلة الهمجية، يقول برغم من مرور أكثر من 14 قرناً على بزوغ رسالة الإسلام في نبذ العصبية والقبلية والهمجية، لم ينجح العرب في تطبيق تلك التعاليم، ولا زالت النعرة الهمجية تتردد على أسماعنا بدون توقف. وقد نستطيع القول إن تعاليم الدين النقية انهزمت أمام طغيان النعرة العرقية. ويكمل السماري أصبحت منتجاتها مزايين تتفخر بها الدولة في الأسواق العالمية. أكتب هذا المقال من وحي ما شاهدناه من نعرات قبلية همجية وتراشق بالرصاص، ومما كتبه الزميل والأخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في زاويته ومطالبته لوزير التعليم الجديد الأمير خالد الفيصل بتطبيق التجربة الكورية في التعليم، وأزيد على ذلك مناشدة معالي وزير التخطيط ووزير التجارة والصناعة باستنساخ تلك التجربة، وقبل ذلك أن نثبت للعالم أننا نريد بالفعل الخروج من طغيان ثقافة القبيلة الهمجية. التعليق الأبرز جاء من القارئ مشبب العنزي، يقول بحسبة رياضية أنتم أمام تحد، شباب القبائل يتزايدون والنعرات والجهالة تتصدر شبكات التواصل الاجتماعي، وإذا لم تغير اتجاهاتهم وتحتضنهم الدولة في شركات عملاقة سيستمرون في همجيتهم ونعراتهم. المقال الذي اختاره لكم فريق ياهلة من صحيفة الاقتصادية للكاتب نجيب الزامل بعنوان مفتاحاً، يقول تصوروا لو أن هناك مجتمعاً يربطه الخوف ويربطه التخوف، وإن شئتم يربطه الخوف والتخوف معاً. هذا الشعب يخاف أن يعلن رأيه في الجماعة المفتوحة، يخافون البدء من جديد لعجزهم عن أمور لابد أن تنسف، هم يخافون النجاح وهو بأيديهم، فلا يتقدمون تخوفاً من أشياء هم يصنعوها بوهمهم ثم يضعونها بإرادتهم الواعية أمامهم عائقاً ومانعاً. ويختم الزامل تحقيق التغيير نحو الرغبة في إشعال قاطرة التقدم والتحرر من حبال تربطها بأوتاد مغالة جامدة يتطلب أن ترتفع وتيرة تقدير الناس لأنفسهم ويحترمون ذواتهم، وأن يتعلموا الجزم في الإرادة وتشغيل مولداتهم التي في دواخلهم، وإلا فهم الموجودون غير الموجودين. نبقى في المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها اليوم، ولكن بالأرقام وليس بالكلام. مئة وثلاثون ألف بئر مهجورة غير مرخصة في المملكة، 46% من السعوديين راضون عن الرواتب التي يتقاضونها، 46 فعالية لمهرجان جدة التاريخية الأول، مليون ريال خصصته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم 39 مقترحاً بحثياً، 8% زيادة في استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة والترشيد يوفر 40%، 100 مليون ريال استثمارات متوقعة حال مزاولة الطب التكميلي، 120 ناخبة في اليوم الأول بانتخابات غرفة جدة وسط حضور ضعيف، و60% من ناخبات غرفة جدة يصوتن للرجال، 60% نسبة ما أنجزته الإسكان في تطوير أراضي قرض وأرض،
السابع عشر عالميا ترتيب المملكة في حيازات الذهب ب 23.9 طن. مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم وأيضا الهاشتاج الأنشط والرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الوطن للفنان خالد حسين الذي يصور ساخرا انخفاض القيمة السوقية للريال في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة اليوم فيديو داخل بئر يوضح عمليات الدفاع المدني في الحفر والبحث عن لمروجي. من الهاشتاجات النشطة اليوم أمطار جدة، اتلقت عمليات الدفاع المدني بجدة 15 بلاغاً تتعلق بحوادث احتجاز وانقطاع للتيار الكهربائي وارتفاع في منسوب المياه خاصة بطريق جدة مكة القديم بالإضافة إلى حي الجوزين والخمرة بجانب محافظة جدة. فاصل ونعود لكم بعد قليل.